دعونا نقول أننا نعمل في ثلاثة أبعاد، ولدي اقتران رو الذي هو اقتران x, y و z، وأعطانا كثافة الكتلة mass density عند أي نقطة في ثلاثة أبعاد لبعض الموائع. بعض الموائع ربما يكون غاز أو سائل، إنه يعطينا كثافة الكتلة في ثلاثة أبعاد عند أي نقطة. ودعونا نقول لدينا اقتران آخر، هذا هو اقتران قياسي، هو فقط يعطينا عدد عند أي نقطة في ثلاثة أبعاد. ثم دعونا نقول لدينا اقتران آخر V، والذي هو اقتران متجهي، إنه يعطينا متجه عند أي نقطة في ثلاثة أبعاد، والأصح أنه يخبرنا أن السرعة لهما نفسها، السرعة نفسها للسائل أو الغاز أو أيا كان. والآن دعونا نتصور اقترانا آخر، وهذا قد يبدو مألوفا قليلا لأننا فعلنا ذلك من خلال تدريبات مماثلة جدا في بعدين عندما تحدثنا عن التكاملات الخطية. الآن فقط نوسع النقاط ليشمل ثلاثة أبعاد. دعونا نقول لدينا اقتران F، لنقول لدينا اقتران F وهو يساوي حاصل ضرب رو في V لأي نقطة في X, Y, Z، هذا سيعطينا المتجه، وبعد ذلك سنضربها بهذا القياس تماما كما هو هنا لنفس هذه النقطة في ثلاثة أبعاد. إذن فإنها تساوي رو ضرب V، رو ضرب V. اسمحوا لي أن أستخدم نفس اللون الذي استعملته لـ V من قبل، إذن رو، رو ضرب V. هناك طريقتين يمكن لهما أن تصورا هذا، لذلك يمكن أن ننظر إليه، فمن الواضح أنه يحافظ على اتجاه السرعة. أما بالنسبة للمقدار، فإحدى الطرق التي أفكر بها نوعا ما هي كثافة الزخم. على أي حال لن أخوض في هذا الآن، وسوف أتوجه إلى استخدام هذين الاقترانين لمعرفة التكامل السطحي. إذن ما أريد القيام به الآن هو التفكير في ما يعني، ماذا يعني إعطاءنا لاقتران F لحساب التكامل السطحي فوق سطح ما. إذن سوف نحسب فوق سطح ما، سوف نقيم F، سوف نحسب F dot N، F dot N، حيث N متجه الوحدة العمودي عند كل نقطة في هذا السطح DS. D هي السطح، لذلك دعونا نفكر ماذا يقول هذا. أولا دعوني أرسم المحاور. إذن لدي محور Z، هذا محور Z، وهذا سيكون، دعونا نجعل هذا محور X لدي، ودعونا نقول أن هذا لليمين هنا هو محور Y لدي. دعونا نقول السطح لدي، سأستخدم نفس اللون، السطح لدي يبدو مثل هذا الشيء، إذن هذا هو السطح لدي، هذا هو السطح في السؤال، نسميه S. الآن دعونا نفكر في الوحدات ونأمل أنها ستعطينا الفهم التصوري عن هذا الشيء هنا. هو قياس، إنه مشابه تماما لما فعلناه في حالة البعدين مع التكامل الخطي، لذلك لدينا DS، حيث DS هي قطعة مساحة صغيرة من ذلك السطح، هذا هو DS، ولذلك هذه ستكون المساحة
وإذا أردنا تجزئة هذا، نحن نريد اختيار وحدات خاصة. هذه يجب أن تكون تربيع، ستكون متر مربع. وأعتقد عندما نعمل وحدات خاصة سنجعل المعنى أكثر واقعية قليلا. الآن المتجه العمودي في دي أس، هذه المتجه العمودي سوف يشير خارج هذا فعليا، عمودي على هذا المستوى، عمودي على هذا المستوى، لديه مقدار واحد. إذا هذا هو متجه الوحدة العمودي لدينا، هو F معرف خلال هذا الفضاء ثلاثي الأبعاد، سيعطيني أي X Y Z. أنا سأعرف كثافة الكتلة، وسوف أعرف سرعتها، وسأحصل على اقتران F عند أي نقطة في الفراغ ثلاثي الأبعاد، بما في ذلك السطح، بما في ذلك التي هنا. إذن هنا F قد تبدو شيئا مثل هذا. إذن F تماما على هذه النقطة، تماما عند هذه النقطة. فماذا يعني كل هذا؟ حسنا، عندما تأخذ الضرب النقطي من متجهين كم يكون معنا؟ وبما أن N هو متجه وحدة ومقداره واحد، إذن ما هو مقدار مركبات F التي تذهب في اتجاه N، أو المكونات، أو ما هو مقدار مركبات F التي هي عمودية على السطح، أو كم هي F العمودية على السطح؟ إذن مركبات F هذه عمودية على السطح، قد يبدو شيئا مثل هذا، قد يظهر كشيء مثل هذا، يبدو مثل هذا الشيء تماما. هذا هنا، هذه ستعطيني فقط مقدار ذلك، فمجرد أنها سوف تحافظ على وحدة F. إن الموجودة هنا تحدد فقط الاتجاه، فليس لديها وحدات مرتبطة بها، أي بلا أبعاد. وحدة F ستكون وحدة كثافة الكتلة، يمكن أن تكون، دعونا نقول أنها كيلوغرام لكل متر مكعب، كيلوغرام لكل متر مكعب. حسنا، هذا في الواقع هو مجرد جزء رو، هي كثافة الكتلة ضرب السرعة، أي ضرب متر لكل ثانية. اسمحوا لي أن أكتبه بهذه الألوان. وحدة F عبارة عن وحدة رو، وحدة F عبارة عن وحدة رو، والتي ستكون كيلوغرام لكل متر مكعب، كيلوغرام لكل متر مكعب. هذه هي كثافة الكتلة ضرب وحدة V، والتي هي متر لكل ثانية. وسنقوم بضرب هذه ضرب متر تربيع. إذا لديك متر، وكذلك المتر المربع في البسط، هذا متر مكعب في البسط، وأمتار مكعبة في المقام. إذن هذا وهذا وذاك يلغون بعضهم، وبالتالي فإن الوحدات التي نحصل عليها لهذا هي كيلوغرام لكل ثانية. إذن فالطريقة لتصور ذلك هي كيف حددنا F. إذن F تمثل طريقة تصور ذلك. إذن يمكننا القول هنا كم الكتلة التي تعطي كثافة الكتلة هذه، هذه السرعة تذهب مباشرة خارج هذه الدي اس قليلا، انها قطعة من السطح متناهية الصغر في كمية معينة من الوقت. ثم اذا اضفنا كل دي اس معا، وهذا هو بالاساس التكامل السطحي، نقول بالاساس كم الكتلة بالكيلوغرام لكل ثانية، هذا ما اخترناه، كم الكتلة التي تمر عبر هذا السطح في أي لحظة معينة من الزمن. وهذه نفس الفكرة عملناها مع التكاملات الخطية، هذا هو في الأساس التدفق خلال سطح ثنائي الأبعاد.
إذن هذا التدفق خلال السطح ذو بعدين اثنين. إذن هذا خلال السطح ذو بعدين اثنين. Flux through a two-dimension surface. الآن سوف أحاول أن أقرب لك الصورة. سوف أطرح عليكم مثالا واقعيا. كلنا نشاهد بخار الماء الذي يتكون في الحمام، لنفترض أن بصيصا من شعاع الشمس ينفذ إلى ذلك الحمام. عندها يمكننا رؤية كيف تنتقل هذه الجزيئات التي لديها كثافة معينة عند نقاط مختلفة. إذن يمكنك أن تتخيل ذلك. لابد أن يكون لدينا السطح لأنه هو الذي نهتم به هنا. لذا دعونا نقول أن السطح هو نافذة ذلك الحمام. إذن لديك نافذة. إذا كان السطح هو النافذة، ودعونا نقول أن هذه النافذة ستكون مفتوحة، تتخذ هذه النافذة شكل مستطيل. هذه هي النافذة هنا، ويمكن للأشياء أن تمر خلالها بحرية. وعليه فإن F هو كثافة الكتلة لبخار الماء ضرب سرعة بخار الماء، وهذا الشيء الصحيح هنا سيخبرك كتلة بخار الماء الذي يمر من خلال تلك النافذة في أي لحظة معينة من الزمن. هناك طريقة أخرى للتفكير في الأمر، هي أن تتخيل النهر. سأضع تصور لهذا النهر هنا. سوف نأخذ جزء من النهر. إذن دعونا نفترض أن هذا هنا جزء من النهر، ومن الواضح أن هذا سيكون السطح الذي نراه عادة، ولكن من الواضح أن لديه بعض العمق، هذا ثلاثي الأبعاد في الطبيعة. وهكذا فإننا سنعرف الكثافة، ربما أنها ثابتة. أنت تعرف الكثافة وتعرف السرعة عند أي نقطة، هذا ما يعطينا F، بحيث يخبرنا كثافة الزخم في أي لحظة معينة من الزمن. إذن ربما السطح لدينا هو شبكة. السطح لدينا هو شبكة، وهذه الشبكة ليست بالضرورة مستطيلة، يمكن أن تكون شبكة بشكل غريب، ولكن أنا سأعملها مستطيل لأنها أسهل للرسم. إنها شبكة بأي حال، بحيث لا تعوق تدفق السائل. مرة أخرى عندما نحسب هذا التكامل، سيقول لكم كتلة السائل الذي يتدفق خلال هذه الشبكة في أي لحظة معينة من الزمن، وانتهينا.